قال رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيل غريتساك إن روسيا تقوم بتعذيب السجناء الأوكرانيين لديها، وأن أوكرانيا لديها أدلة على ممارسة العسكريين الروس للتعذيب ضد الرهائن الأوكرانيين. وأكد رئيس جهاز الأمن الأوكراني أن هيئات إنفاذ القانون قامت بجمع 435 شهادة للرهائن الأوكرانيين الذين تم اعتقالهم سابقا، وأشار أن هذه المعلومات ستقدم إلى الدبلوماسيين الأجانب والمنظمات الدولية. رأينا الكثير من الرعب عندما أخذوا رجالنا، أثار الضرب، الجروح، كسر الأصابع. هذه الممارسات مرتبطة بأفراد الجيش الروسي كقاعدة عامة، إما أن يقوموا هم بالتعذيب بأنفسهم أو بمساعدة الإرهابيين.